السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة، يا رب تكونوا مستمتعين معانا في فيديوهاتنا وفي قناتنا، وتكونوا مستفيدين فيها. الفيديوهات عجباكوا، طبعا ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب. لو اول مرة ليكم في القناة، انا اسمي شيماء، انا ام الثلاث اولاد وعايشة هنا في كندا، مصرية. بعمل فيديوهات كده عن الحياة في كندا، عن التسوق في كندا، ساعات بعمل الخروجات اللي بنخرجها في كندا. فلو الفيديوهات عجباكوا ياريت تدعمونا كده وتشيروا لنا القناة وتشتركوا فيها، وتقولوا لنا ايه الفيديوهات اللي انتوا عاوزين نتكلم فيها عشان تستنفعوا اكتر معانا او تستفيدوا اكتر معانا. ان شاء الله النهارده الفيديو كده حاجة مختلفة، حاجة ممكن عايزة فضفض شوية معاكم فيها، موضوع مختلف شوية، بما ان الواحد عايش في غربة، موضوع قاعدة بفكر فيه فترة طويلة، والواحد نفسه يرجع لبلده وكده. ده موضوع الواحد اتكلم فيه قبل كده، وانتوا علقتوا واتخانقتوا معايا في الفيديو وفي التعليقات، بس برضك ده خلاني افكر في موضوع، يعني في موضوع الفيديو ده، ان ايه الواحد اللي اتعلمه من الغربه، ايه الحاجه اللي استفدتها من الغربه، سواء الواحد اتغرب في بلد اجنبيه او بلد عربيه، ايه الواحد اللي ممكن بيستفيده من الغربه. طبعا الغربه في بلد عربيه بتبقى اهون شويه، الغربة في البلد الأجنبي بتبقى أصعب شوية، بتبقى أبعد شوية عن البلد الأصل أو البلد الأم، بتبقى صعب إن أنت ترجع في أي وقت وبسهولة، بتبقى بعيدة، اللغة بتبقى عائق أكتر. فخلينا حاجة حاجة، يعني أول حاجة علمتهاني إن إيه، إن أنت بتتعامل بـ يعني اللي أنت أهم حاجة اللي يريح بالك، أنت اللي أنت تعمل ان المهم ليك ولاسرتك في المركز الاول، الحاجه المفيده ليك ولاسرتك في المركز الاول، تحط اولوياتك واولويات بيتك واسرتك في المركز الاول، مش مهم الناس تقول ايه، مش مهم الناس تعمل ايه. زي ما انتوا شايفين هم برضك ده طبع الاجانب، يعني في اول حاجه في لبسهم مثلا كله تلاقي تيشيرت وبطلون، بطلون جينز ومعاه التيشيرت، سواء بنات ولا اولاد. مفيش بقى الحاجات بتاعتنا احنا كعرب، لازم دي تبقى لايقه على دي، او الفساتين والبلوزات والجيب والمش عارفه ايه والشياكه والاناقه والاطقم والاكسسوارات والمش عارفه ايه والشنط كله. يعني بص لقدام لابسه شبشب على الطقم اللي هي عاملاه، لابسه شراب ولابسه عليه شبشب. فيعني هنا مش بيكبروا المواضيع فوق حجمها، المهم ابقى مستريح وانا نازل. فكله حتى في شغلهم، يعني في الشغل مش لازم في اشغال معينه مثلا بيبقى ليها يونيفورم او بتاع، يعني حتى لدرجه المدارس ما بيبقاش ليها يونيفورم، المدارس خاصه بس هي ليها يونيفورم، فحتى المدارس بيبقى بينزلوا باللبس العادي. فالمهم الراحه، المهم راحتك انت اولا. فبعدك على ده بعدك اللي انت تمشي بيه في حياتك، المهم راحتك انت واولادك، وبعد كده بشوف بقيه الناس او بقيه المجتمع. فدي اهم فكره الواحد خدها من العيشه هنا. تاني حاجه الاعتماد على النفس، المهم اللي انت تعتمد على نفسك في كل حاجه، دي من الحاجات اللي الواحد اتعلمها في الغربه، اللي انت مفيش حد طبعا جنبك من اهلك، اخوك ابوك بقى اي حد يشيل عنك اي حاجه تقع فيها، فانت بتضطر ان انت تعتمد على نفسك، بالذات بقى لو ست مثلا، في ستات هنا بميت راجل، يعني لو ست جت مثلا ومعهاش جوزها، في ناس هنا بيبقى ست بتيجي وراجلها مثلا في بلد عربي وتيجي هي هنا، او جايه دراسه، او اللي بيجوا بقى وبيتطلقوا مش عارفه ايه، بتبقى الست هي اللي شايله المسؤوليه دي، بقى بتعتمد اعتماد كلي على نفسها. ولو مش كده بيبقى برضك الست والراجل دولت، الست الراجل بيشتغل فهي بتعتمد على نفسها، اللي هي هتعمل كل حاجه للعيال،
سواء هتوديهم مدارس، توديهم مستشفيات، توديهم مش عارفة ايه، كل الحاجات هتبقى معتمدة على نفسها، حاجات البنوك، حاجات كل حاجة، كل حاجة لازم الاعتماد على النفس، تعتمد على نفسك في كل حاجة. لو انت بقى بتسوقي ولا بتاع، العربية وقفت بيكي، الكاوتش حصل له حاجة، مش عارفة ايه، البنزين، كل الحاجات اللي انت ما كنتش تخيلي ان انت بتعمليها لنفسك في بلدك هتعمليها لنفسك هنا، هتتعلميها وتعلميها لنفسك. فلازم الاعتماد على النفس، او من الحاجات اللي الواحد بيتعلمها في الغربة. يعني دي من الحاجات اللي انا عملتها برضك. انت ممكن الاعتماد على النفس دي هتبقى صعبة في الاول، بالذات لو انت مش متعلمة اللغة. يعني اول ما جيت هنا انا ما كنتش اللغة الانجليزية كانت ميح بالنسبة لي، فدي من الحاجات اللي كانت حلوة. انا يعني جوزي طبعا ما كانش فاضي لي في الاول، او اول ما جينا كل واحد ليه حاجات، فانا كنت مضطريه ان انا اروح مثلا دكاتره وبتاع وبالعيال، فكنت بمشي نفسي. انا مش عارفه انجليزي بس لازم امشي نفسي، باخد مثلا الكلمات او الجمل المفروضها المهمه اللي هقولها له او هشرح للدكتور بيها اللي انا عندي ايه او الولد عنده ايه، وترجمها واقعد احفظ الجمله واروح للدكتور بالكلام ده. هو انا نمشي في فريشكو كده، ده محل ده اسمه فريشكو، نمشي فيه واحنا بنتكلم، فاخد الكلام ده هوت او الجملة ده هيت وامشي بيها او وترجمها او اخدها في حاجة واحفظها واروح للدكتور بيها، واحاول افهم. انا كنت بفهم هم الناس بيقولوا ايه، بس ما بعرفش اتكلم قوي يعني اوصل المعلومة قوي بالجمل كاملة يعني. فالمهم كنت بمشي حالي، وهو ده اللي خلاني اتعلم اللغه كويس، الممارسه. اللي انت لازم تتعلم لما تيجي في الغربه لازم تمارس اللغه، مش انت بقى تصاحب على العرب اللي زيك او جنسيتك وخلاص، لا، لازم تصاحب كل الجنسيات وكل الحاجات، ومتعتمدش على المدارس الانجليزي بس هي دي اللي هتخليك كويس في اللغه، لا، لازم الممارسه. الممارسه هتيجي ازاي؟ اللي انت تنزل تتطوع في المدارس مع العيال، تنزل تتطوع في اي حاجة تطوعية، او في اسمها ايه، في المكتبة، في المش عارفة ايه، اي مناسبة اللي انت ممكن تنزل تنسجم مع الناس، انزل معاهم واتكلم مع الناس، اتكلم في سوبر ماركت زي ده، اسأل على حاجة، روح الدكاترة مع العيال، حاول تتكلم مع الدكتور، حاول تتكلم مع المدرس، كل الحاجات دي هي هتخليك ايه، اللغة بتاعتك تتحسن وتبقى احسن وتندمج في المجتمع. من الدكاترة بقى، وبرضك من النقطة دي برضك تدينا النقطة اللي بعديها، المعاملة مع الدكاترة والكلام ده هو الصبر. من الحاجات اللي علمتني الغربة الصبر. الصبر 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 في اللي انت بتستنى، بالذات في بلد زي كندا كده، اللي انت تصبر على الدور بتاعك في المستشفيات، الدور بتاعك مع الفاميلي دكتور، اللي انت ما بتاخد دور مع الفاميلي دكتور بتقعد مثلا بالشهور، 6-7 شهور قبل ما يجي دورك. في المستشفى بتقعد بال 5-6-7-8 ساعات عقبال ما يجي دورك لما بتروح المستشفى. فكل الكلام ده هو بيعلمك الصبر. فالصبر اللي انت لما بتقدم على وظيفة، وظيفة واثنين وثلاثة وخمسة عقبال ما يجي لك الوظيفة اللي ممكن عقبال ما يجي لك الوظيفة بمعنى أصح. فكل ده من الحاجات اللي بتعلم الصبر، يعني العيشة في الغربة بتعلمك الصبر. ايه تاني علمتني ايه تاني؟ تربية الاولاد، المسؤولية في تربية الاولاد، تربية الاولاد لوحدك بقى، انت بتربي الاولاد لوحدك من غير يعني اهل او حد يعينك على التربية دهيت. مفيش ام بقى ولا اخت تشيل عنك مثلا عشان تنام شوية ولا عشان تربي شوية. هي ممكن في النقطة بقى اللي هي اللي بيتضايقوا بقى الجدة او الجدة يتدخلوا، لا ما تأكلهمش كده، لا ما تشربهمش ده، لا ما تزعقيش للواد، لا مش عارفة ايه، في ناس بيتضايقوا من الكلام ده هوت. دي هتبقى يعني هيستريحوا من النقطة دي،
بس برضك هيبقى متعبة من ناحية اللي هو ما فيش حد يساعدك في التربية، ما فيش حد يساعد في التربية، كل المسؤولية عليك انت لوحدك، بالذات على الأم لوحدها. كمان الأب هيبقى مشغول في دراسة أو في شغل أو في بتاع، فهيبقى المسؤولية كلها على الأم، فمسؤولية كبيرة بمعنى أصح. بتاع ده هو غير مسؤولية بقى أنت بتربي في بلد غربة، بالذات لو بلد بقى أجنبية زي كندا أو أمريكا أو بتاع، وكندا بالذات مع القرف اللي بيحصل دلوقتي المثلية والكلام ده هو، فبتبقى تربية صعبة. تكلمنا الموضوع ده كتير قبل كده، فتربية صعبة اللي انت بقى تحاول تدخل الأفكار بقى أو تطلع الأفكار الوحشة دي من دماغهم، هم بيسمعوها كل شوية في المدارس وبيدخلوها لهم بالعافية في دماغهم، فاللي انت بقى تحط الأفكار الإسلامية والأفكار بتاعتنا والتقاليد والعادات بتاعتنا في دماغهم وتربيهم التربية كويسة، دي بتبقى حاجة بقى يعني مهمة أو حاجة متعبة للأم، على عاتق الأم بمعنى أصح. آخر نقطتين أو كده يعني، ممكن إنك ما ترفعيش أو ما ترفعش سقف توقعاتك من الناس أو اللي أنت تتوقعه من الناس اللي قدامك من تعاملاتهم معاك. يعني أنت مثلا بتتعامل معاهم بحسن نية باسم إيه يعني، بتساعد وبتعمل وبتزور، أنت هتعمل اللي عليك وتزور في البتاع ده هو مثلا حد عيان، حد الوفاء مش عارفه ايه، تخرج معاه ومش عارفه ايه، ما تتوقعش بقى في المقابل اللي هو كل حاجه بقى هتترد لك بالمقابل، انت لا، انت بتعمل لوجه الله، فما ترفعش سقف توقعاتك من الناس عشان ما تتصدمش وما ما تكتئبش بعد كده. التمس الأعذار للناس، ممكن مش فاضي، ما منشغل مع عياله وعنده شغل بتاع، فالتمس الأعذار للناس عشان هم بعضك لما انت تبقى مشغول او بتاع يلتمسوا لك الأعذار هم كمان، عشان هيجي لك وقت بعضك هتبقى مشغول او هتحط أولوية اللي انت تخرج مع أولادك او عندك مشوار مع زوجك وأولادك او عندك تدريب او عندك مع الدكتور، ومش هتعرفي تروحي لزميلتك ده هي اللي عيانه او بتاعها، فيلتمسوا لك هم كمان العذر، فما تتضايقيش من الاشخاص التانيين لو ما عملكيش الحاجه عشان ايه ما تتعبيش نفسيا. الغربه مش لازم ايه تستني الوحده بواحده يعني. اخر حاجه اللي انت تعمل خطوط حمراء لحياتك، خطوط حمراء في حياتك وحياة أولادك، مش كل حاجة تبقى مباحة لبقية الناس، يعني مش كل حياتك تبقى مباحة، لازم يبقى في خطوط حمراء عشان برضك إيه مش حكاية الحسد والبتاع، بس يبقى في برضك خطوط حمراء، يعني الناس ما تتعبش في الحياة، ما حدش يتضايق من حد، ما حدش يزعل من حد. الخطوط الحمراء بتبقى حاجة كويسة بالذات لعيالك وكده، مش كل الناس لازم تعرف كل حاجة عنك. ايه تاني؟ دي حاجة نقطة بس من عندي كده، ان لما الواحد بيقعد فترة طويلة برا في الغربة بتبقى يعني ما بتبقى صلة الرحم او ان هو يعرف يرجع بقى لبلده تاني بتبقى صعبة صعبة. لما بيجي يرجع البلد بيحس كل حاجة متغيرة، كل حاجة مختلفة، مش دي البلد اللي أنا سبتها، مش دي العيلة اللي أنا سبتها، يعني مثلا الأولاد مثلا ولاد أخويا ولاد أختي أنا يعني سايبهم صغيرين، العيال كبرت، مثلا أختي كانت لسه متجوزة بقى عندها عيال، ده الولد ده كان لسه صغير بقى شاب ما شاء الله واتجوز، الدنيا اتغيرت، الشوارع نفسها والحياة نفسها اتغيرت، الأسعار بقت 300%، الحياة كلها اتغيرت، فتحس ان انت رايح بلد مختلفة خالص عن اللي انت سبتها، فبقت صعب ان انت ترجع لنفس الحياة اللي انت كنت فيها تقول لا دي بلد تانية غير اللي انا كنت فيها، فتيجي تستقر فيها تتعب بعضك تقول لا مش هي دي البلد اللي انا كنت فيها، فمش عارف تستقر في بلدك ولا عارف ترجع ولا عارف تعيش في البلد اللي الغربة اللي انت كنت فيها، فبتبقاش عارف تستقر هنا ولا هنا، فبتبقى متعبة.
صله الرحم نفسها، ان انت ما بتيجي تتصل بقى بالناس اللي هم قرايبك دول وكده، بتبقى بتقل جدا طبعا عن الاول. بتيجي تتصل بالناس بتبقى من فتره لفتره طبعا، قبل ما بتتصل بيهم وقبل ما هم يتصلوا بيك، الا اللي بيداوم بقى على كده. انا بحاول اداوم من فتره لفتره والله، بتصل بقرايبي وبتصل بعمامي وكده، بس ما بتبقاش زي زمان طبعا. فكل فترة عن فترة بتبعد المسافات، كل زي ما بيقولك البعيد عن العين بعيد عن القلب، أو البعيد عن القلب بعيد عن العين، حاجة زي كده. فصعب الغربة من كل ناحية صعبة، وربنا يكتب للجميع الخير سواء في بلده أو سواء في الغربة. فربنا يسهل للجميع إن شاء الله. وحبيت أفضفض معاكم بالفيديو ده، ويا رب ما يكونش طولت عليكم بس. ويا رب نشوفكم في فيديو جديد، وتشاركونا معاكم بأي أفكار جديدة، ويا رب يكون عجبكم الفيديو، ولو استفدتوا منه يا ريت تعملوا شير ولايك وسبسكرايب، ونشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة.